لا للتدخل الأجنبي في السياسة الوطنية. هذه الجملة نسمعها بزاف ونسمعوها من هذه الجملة قديمة، الجملة هذه من السبعينيات، الجملة هذه كاينة في الجزائر. على أي سياسة هم يتحدثون؟ ما عندناش سياسة وطنية حنايا. حنايا يعني الجملة الصحيحة ولا الكلمة الصحيحة التي يجب استعمالها، حنا عندنا مجموعة تاع الشوكر حاكمين الحكم في الجزائر منذ الستينات، نقدروا نطلعوا واحد التاريخ حتى قبل ما يهمناش، شوك مدايرين علينا الشوكر، وهاد سياسة التشيكير يسميوها سياسة وطنية. هذه ليست سياسة، هذه جوستومون هذا النوع من الـ هنقول هذا النوع من السياسة، هذه ماشي سياسة، هذا النوع من جو سي ما باك فين نسميوها، هي اللي تسمح التدخل الخارجي. روح انت وتدخل في السياسة الداخلية تاع الانجليز ولا تاع لي زيتازوني ولا تاع الدول اللي عندهم احترام للفعل السياسي، جميع الأطراف تحمي السياسة الوطنية. حنا ما عندنا سياسة في الجزائر، حنا عندنا شوكر. وشكرا.